جزاكم الله خيرا. ما الفرق بين البكاء الممنوع والبكاء المباح؟ جزاكم الله. البكاء الذي بدون رفع صوت، نعم، هذا لا بأس به، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم ودمعت عيناه على بعض الموتى وعلى ابنه إبراهيم لما مات إبراهيم، بكى صلى الله عليه وسلم. فالبكاء لا بأس به لأنه رحمة، وأيضا لأنه ليس باستطاعة الإنسان منع البكاء، إنما البكاء الذي معه رفع صوت وتعداد لمحاسن الميت، هذا هو النياحة المحرمة.